دكتورة سارة، يعني احنا اتكلمنا عن الأربع هرمونات، عايزين بقى نعرف ازاي نقدر نحافظ عليهم لأطول مدة ممكنة واحنا حاسين بالسعادة، يعني الموضوع ما يبقاش وقتي كده بيطلع بسرعة وينزل بسرعة. عايز يبقى نحافظ على التوازن، نعمل بلاتو، ما نطلعش قوي وننزل بسرعة، يعني ما نروحش نلعب رياضة مرة وبعد كده ما نبطل خالص، إن شاء الله نمشي 5 دقائق في اليوم مثلا، ده اوكي سبب. هناخدهم واحد واحد. الدوبامين، الإنجاز، عارفين التودو ليست، تقومي الصبح تقولي أنا هروح البنك وهعمل الغدا وبعدين تشطبي كده، لو حتى ما عملتيش كده وكتبتي بعد ما انجزتي الشيء، يعني مكالمة مهمة للبنك مثلا بتاخد وقت ومكالمة بتحملي همها، انت عقلك الباطن شايل كل ده، حاسه ان وراه حاجات، فاكتبيها، اكتبي مكالمه البنك انت خلصتيها واشطبي عليها، هتعلي الدوبامين، هو اصلا لما بتحسي ان انت خلصتي بيحصل حاجات لك اللي انت ريليز عليكي بترتاحي. بالظبط كده. بس قصدي كمان بقى ايه، لو انت ممكن كتبت تتحايلي كمان عشان تعليه، التودو ليست، المذاكره، انا اول ما ببقى عايزه اذاكر متضايقه او متغاظه او ماليش مزاج، بس لازم لما هنجز المهمه الدوبامين هيعلى، تمام. هكون هابي يعني اباوت ات. ده الدوبامين. السيروتونين ده كلنا بنسمع عنه، ده هرمون السعاده اللي تامر حسني غنى له، يعني ده بقى الاكل والشرب والتنطيط بس والسيروتونين الاكل ده كده يعني هيضايقنا، بعدين هنتخن يعني افرحي. هنتبسط دلوقتي واحنا بناكل كالعاده صح والله، وبعدين لا هي نتضايق. برضو برمجه ومش كل، وانا لازم اكل كل الاكل اللي بيتخن، لا، لا ما انت لو ما اكلتيش الاكل اللي انت بتحبيه واللي هو بيتخن مش هيجي لي السيروتونين، مش هيوصل. لا بيطلع لا والله العظيم. اسمعي بقى، انت ما اي بتحبيش اكل الشوكولاته لو سيبيني هتاكل اتكلم. خس مثلا زي الارنب كده اوكي ما هو لو كلت، لا هتعصب زياده، عشان ما بيحبش الخس يعني زيي. عايزه اكل مكرونه بالبشاميل فيجيبوا لي طبق خاص اكل الخاص لا هتضايق. انت كده جبتي حاجه تضايقك. لا ما يا هو جماعه ايوه، بالظبط عايزين كده، الحاجه في ده النص اللي بقى بتحب، بقول انا لك كده برضو. الفقره بتبوظ مني، الفقره بتبوظ مني. انا واقعيه ايوه انت عندك حق، بس هحاول اثبت نظريتي. روحي حضني ابنك. طب ايوه ماشي معايا اوكي كده حلو. ده الاكسيتوسين بقى، اللي هو تحضني طفل، تحضني مامتك، تحضني جوزك، الحضن اللي بجد. حيوان اليف عندك في البيت بتحبيه؟ طبعا تلعبي مع بيبي وتضحكي بقى، يعني شغلي غير اي سابق. فيديو ربع ساعه قبل ما تنامي لاي حد بيضحكك، يعني مثلا نقول سمير غانم، يعني مش مستحيل انا اشوف سمير غانم لازم الله اضحك مثلا، يرحمه. دي طبعا حاجه فعلا الله لو انت يرحمه. متضايقه الله يرحمه. فعلا فعلا هو كان معلمنا الاكسيتوسين على طول، انا الراجل كان زي السكر، فهو فعلا فكره الضحك بقى، تمام. مش عارفه اضحك اعملي هوايه، هوايه بقى، يبقى احنا دخلنا بقى في الاندروفين، رياضه، رقص، شغف زي ما كنا بنتكلم في الفاصل، تلوني، ترسمي، اي حاجه بتحبيها، اللي هو الوقت بيروح فيها وانت مش داريه. على فكره حتى لو حد بيلعب طاوله مع اصحابه، ممكن انت هتلاقي ان في ناس وهي بتلعب طاوله بتبقى ساكته خالص ومركزه، هما مش متضايقين، مش شرط صح، قصدي تبقى قاعده مش صحاب فيها شرط ضحك، طبعا. برضو ده بيعلي الاندروفين. يعني الفكره كلها في ان السعاده مش حاجه واحده، هي زيها مجموعه حاجات. يعني، مثلا بحس في احيانا ان الواحد بيحط نفسه في المود بتاع الكآبة، يبقى كل حاجه مظبوطه، يسمع اغاني نكد يقول لك اصل انا بحب قوي الاغاني النكد. طب ما هو النكد ده بيجيب بيجيب لك نكد نكد طبعا. فبيجيب لك اكتئاب او افلام ما هو قاتمه لا، قوي. بس لا ساعات وممكن الواحد بيبقى نفسيا مثلا متضايق فمش قادر يسمع حاجه، ما يعني هو بنزود النكد بس اهو. هقول لك حاجه، لو لقيتي نفسك بتعيطي من غير سبب ده اندروفين واقع، اللي هو بقى اي حاجه مضحكه تلاقي نفسك عيطتي، ده بيحصل.